أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من يوميات سفتاوة على قناة خوذتي. محدش فاهم حاجة، قالوا ده برنامج مقالب فكاهي، انت أثناء فرصة وقلنا النفسية محتاجة ضحكة ضحكتين لزوم التسلية، ويدوب قعدنا قدام البرنامج مشهد التاني وبالفعل أيقنت إن محدش فاهم حاجة، بس مش بالنسبة للمشاهدين، لا بالنسبة لفريق العمل القائم أو المشرف على هذا العمل. ليه؟ لما قعدت اتفرج لقيت ان الجماعة عاملين مقلب داخل ورشة عمل، بالتحديد عند وينش اللي بيرفع السيارات، فكانوا واقفين مستنيين زبون يجي بالسيارة بتاعته. يا دوب الزبون وصل عند الوينش، تم تظبيط الوينش، رفعوا السيارة باللي قاعد فيها. طبعا دي يعني هقول لكم بعدين ليه. يعني الراجل اللي في السيارة مرفوع مع عربيته على الونش وقاعد يزعق ويفتح الباب نزلوني اعملوني، وناس كتير قوي ملمومين تحت كويس، والراجل اللي بشغل الونش شوية بعد ما شغل الونش ورفع السيارة الأعلى لقيته معدي من تحت الونش وداخل معرفش يعمل ايه ويشوف ايه هنا والكلام دوت. يا جماعة اللي انتوا بتعملوه دوت، انتوا يعني دارسين اللي انتوا بتعملوه دوت؟ فاهمين انتوا بتعملوا ايه؟ هل دي ممارسة يعني كويسة ان احنا بنحتاج بيها ولا ايه؟ ولا كله عشان ان انا اقدم ضحكة او تسلية هتبقى على حساب سلامة الناس او الضيف اللي انا بصوم على الحلقة. الاول الونش ده يا جماعة لابد ان في اجراءات احترازية، في علامات ارشادية، وفي حرم للونش ده، ما فيش حد يتعدى المنطقة دي او يدخل فيها الا الراجل المتخصص القائم على تشغيل الونش والكلام ده، مش اي حد. في مهمات سلامة بتتلبس حفاظا على سلامة الناس اللي موجودة في المنطقة دي. العربية لما بتترفع على الونش في نقاط اتزان والكلام ده، ازاي تحط الضيف داخل العربية وترفع الونش لفوق؟ الراجل ده لو وقع او حصل ان الونش اصابه اي عطلة او اي حاجة وحصل له ان هو فقد الهيدروليك بتاعه ونزلت العربية فجأة على الارض، ايه المتوقع؟ عندكم اجراءات اخدين حاطين في حساباتكم؟ ايه الاجراءات اللي انا ممكن استجيب بيها في حالة حدوث حاجة مش متوقعة، حاجة مش مدوسة؟ الكلام ده كله انتوا دارسينه ولا العملية بتتم بعفوية وتلقائية بعيد عن اي دراسة؟ المهم ان انا بركز على ازاي اعمل المقلب وازاي ان انا اطلع بضحكة في النهاية. الكلام ده انا بعتبره كلام غير مقبول ولابد من دراسته، وكمان الراجل المفروض المتخصص اللي هو بيرفع الونش، ازاي الراجل دوت ابص الاقيه معدي من تحت الونش؟ دي منطقة يعني محرمة محظورة، ما ينفعش. فالكلام ده كله لابد ان انا يعني اراعيه في تقديم الحلقه. فانا لقيت ان من واجبي ان بما انكم الناس القائمه على العمل مش فاهمه حاجه، فمن واجبنا ان احنا نفهمهم حاجه عن هي التعليمات والاحتياطات الواجب اتخاذها لما بتكون داخل ورشه عمل وعاوز تصور الحلقه. فارجو منكم لاحقا ان انتم تستشيروا ناس متخصصين عشان ترشدكم عشان احنا نصور الحلقه وتهدف الهدف بتاعها من الموضوع، يعني بحيث ان احنا رساله توصل للناس وفي نفس الوقت سلامتهم بتكون في المقام الاول. سلامه الناس امانه لابد ان احنا نحافظ عليها. دمتم بصحه والى اللقاء.